مساء الخير، اهلا بحضراتكم. ضيفنا النهارده احنا بنشوفه ملك في الكوميديا، ملك في الحته بتاعته، الوحيد اللي عنده متهيألي سلسله من البرامج تحت مسمى واحد وهي سلسله عزب شو، ومتهيألي الوحيد حقيقي اللي برع يعني وابدع في تقليد الشخصيات العظيمه، يعني زي رؤساء وشفنا ده كتير، فنانين، نجوم، وحتى الطبقات البسيطة. عنده لغة كده معينة في الضحك، لغة في مداعبة الناس حلوة. وحشنا جدا 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 مود عزب، منورنا في تلفزيون اليوم الساعة. اهلا أهلا، وسهلا، اهلا بيك. مساء فرصه الخير. سعيده جدا جدا الحقيقه. انا سعيد ان انا موجود في اكبر موقع اخباري اليوم السابع، حاجه جميله يعني. احنا بنسعد بالزيارة دي، وانا عارفة ان انت متواجد، لكن الناس بقى وحشها قوي عزب شغل، يعني وحشها تواجدك على الشاشة بالشكل المبدع اللي كنت بتقلد بيه ده. انت فين؟ موجود عادي جدا يعني تقريبا انا كل فتره كده باخد راحه كام سنة كده، بعدين أقوم طالع للناس تاني في حاجة جديدة يعني. حصلت الحكاية دي كتير. الأول كانت المسألة بالنسبة لي حفلات أضواء المدينة وليالي صحيح. التلفزيون، وبعدين بعد كده انطلقت في عالم البرامج. قدمت 5 6 برامج الحمد لله، حققوا نجاحات كويسة جدا، بداية من برنامج كوميك شو، عزب شو، كلمة مدسة، بين الشتان، كلمة مدرسة ده حقوق رائع شو. رائع. الحمد لله الحمد لله. بنشوف يعني انت بدأت فعلا من حفلات ليلة التلفزيون، كل حاجة بتواكب بالوقت بتاعها. دي طبعا فترة فيها التفاعل مع الجمهور اكتر، بعد كده بدأنا في الحلقات اللي هي المسجلة. وحشك التفاعل مع الجمهور، فكرة ان انت تلقي نكات او حاجات بسيطة الناس تضحك في ساعتها والله وتشوف حاجة الرياكشن جميلة. بتاعهم في ساعتها. طبعا هي متعة. هو المسرح، عالم المسرح، سواء كان مسرح من خلال عرض مسرحي أو من خلال منوعات حفلات أضواء المدينة وليالي التلفزيون والناس والحفلات والأفراح والحاجات دي، كان ليا فيها باع كبير جدا. صعب ده طبعا حوالي يتعمل دلوقتي في إيه؟ 2021. ليه؟ لا بالعكس ممكن يتعمل. طبعا يتعمل، بس أنت عارفة الظروف في البلد يعني الفترة اللي فاتت دي اللي إيه، والتجمعات والكورونا والحاجات دي. بس بعيدا استاذ محمود عن التجمعات والكورونا، اقصد الناس تفهم ان انا اروح مثلا حفله، عشان احنا بنروح في مسرح كوميدي قل بس لازال فيه الحمد لله، بس دي مفهوم ان انا في نكات متتاليه، عرض لا ينقطع على طول من الضحك، انا رايح عشان اضحك. تفتكر لو عملنا شو كده واشتغلنا عليه ورجع تاني محمود عزب، فكره يعني فكرة عظيمه لا طبعا جدا جدا. وعلى فكره انا من الجيل الجديد كمان، يعني الجيل الجديد يعرف مثلا حماده سلطان، يعني يعرف الحاجات اللي ده مش موجود اصلا دلوقتي. ده تطور الضحك. الاول كان عمل اسماعيل ياسين، او اسماعيل ياسين طلع دلوقتي ما ينجحش، مع انا بحب اسماعيل ياسين جدا طبعا لانه كان بيحاكي زمنه ووقته. بالظبط. كان ساعات ممكن ندخل مسرحيه مثلا فنلاقي العرض 3 ساعات ونص 4 ساعات، يبقى الواحد تعب من القعده. لا دلوقتي المسرحيه ساعه ونص ساعتين بالكتير يعني. الحياه رتمها غير رتم الحياه في الصدر يعني. إيه، من احنا ذكرنا الموضوع، لو تعمل حاجة شبه كده تسميها ايه؟ وتعملها مثلا كذا تعملها ازاي يعني؟ حاجة شبه كده ازاي؟ شبه لو عملنا مسرح مثلا، مسرح ضحك مثلا على بطريقة محمود عزم. ما طريقة محمود عزم بيقدمها ناس كتير جدا، بيقدمها بتوع مسرح مصر يعني. هو ده الضحك اللي عامله بس انت كنت وان انت مان كان شو، الضحك. انت وان مان شو، انت كنت ماشي ماشي لوحدك ماسك مايك وبتضحك الجمهور ماشي، كله. بس من خلال مشهد او من خلال شخصية او من خلال حتة في فيلم، او يعني فاهم قصدي؟ ده اللي بيعمله اولادي يعني، واصحابي حبايبي جدا جدا مسرح مصر. وانا طبعا مع التجربه جدا ومع اشرف عبد الباقي جدا، لكن هو ده من الاتجاه المتاخد، اللي هو انا مش هعمل دراما طويله قوي علشان اقول حجم الضحك في المسرحيه اللي مدتها 3 ساعات 5 دقائق. لا انا اقدم 10 دقائق فيهم 9 دقائق ضحك مثلا يعني. هو ده المطلوب يعني، الضحك، مش ان انا افرش واعمل دراما في المسرح يعني وفي عالم الكوميديا يعني. كل الشخصيات اللي عملتها الحمد لله. بتوع يعني عمرو خالد مثلا، عمرو سليمان،
كل الناس بتقعد قد ايه عشان تحط مثلا الباروكه وتعمل تجاعيد الوش وتعمل اللون ده؟ ده ساعات، طبعا. ده ساعات. انا بدايتي في عالم البرامج عملت برزنتيشن كده. مفيد فوز، عمال افتكر حاجات. يا نهار اسود، يعني سيبك من الشخصيات، تعالي نرجع للسؤال الاولاني اتفضل. اللي هو يعني ايه الفنان ممكن يعمل مثلا فكره برنامج ويعمل حلقه بايلوت عن شخصيات عايز يقدمها، الحلقه هتمثل شخصيه. انا عملت برزنتيشن، ده البرزنتيشن ده صورت فيه 14 شخصيه في يومين، تصوير 14، اعمل مكياج لمده ساعتين واقف قصاد الكاميرا 5 دقائق. طب من نفسك حضرتك في البايت؟ لا لا طبعا. حد بيساعدك؟ لا طبعا، بس بتبقى افكار المكياج عندي وتفاصيل الشخصيه هي دي اللي تبرزها. فاقول للمكير انا عايز مثلا ايه، انا عملت مره شخصيه كانت عصام العجيلي، فالمفروض بركب صلعه وبحط فوقيها شعر، يعني صلعه الاول. وبالمناسبه حط لي تحت الصلعه كلكيع. فقال لي ازاي يا استاذ، يعني هتيجي؟ قلت له يعني الكلكيع، الكلكيع دي عملت تاثير على الشخصيه، تاثير كبير وبشكل كوميدي. يعني انا ممكن ابقى بقول للمكان حط خطواتها تبقى عامله ازاي وتفاصيل الشخصيه عامله ازاي. كانت هايله. وبالمناسبه سلسله بقى الشخصيات ساعه حكم الاخوان دي كانت عظيمه، كانت عظيمه. يعني ما فشلتش مره انك تضحكنا، وما فشلتش يعني فوق الرائع، فوق الرائع. الحمد لله. لا برنامج الوش الثاني كان اسمه عظيم. برنامج، وكان في زمن الاخوان، كانت يا نهار في زمن الاخوان، كانت سوكسي وانا كنت متضايق رائع منهم جدا ساعتها جدا. فيعني انا كنت بقدر الشخصيه. جرأة منك كبيره كمان، لانه في كانت في عز الموضوع، فانك تقدم بالحرفنه دي وما انت ما سبتش تفصيله. يعني انت ما انت انت مش عايز تغض النظر عن تفصيله ممكن يعني حد ما يستلطفهاش، حد يستهجنها حاجه. لا لا لا، انت عملتها كما يجب ان تكون، وكسرت الدنيا. الحمد لله. كل الشخصيات الحمد لله. هي تفاصيل الشخصيه رقم واحد، وبعدين في واحد بقى بيجي من عند ربنا بعد ما البس الشخصيه وانا شايفها كويس وشاربها وقاريها يعني وعارف ايه محتوى الحكايه، وبعدين اقعد قصاد الكاميرا، فيجي بقى حاجه من عند ربنا تخليني ابقى شايف الشخصيه وانا بعملها. ما كنتش بتعيد؟ لا بجد؟ لا لا، دي وان تيك. الحاجات اللي شفناها دي مش وان تيك، يعني ممكن حتى لو اتنين، حتى لو تلاته، بس دي حاجات عايز لها معقول. طبعا. وتبقى كاتب الحاجات دي عندك في ورقه، ولا تبقى؟ لا عشان انا شايف. ترتجل؟ لا بشرب، يعني انا بشرب الشخصيه. يعني يقول لك ده شارب الشخصيه. هي بالظبط كده. عمرو خالد مثلا تتفرج عليه، قعدت تتفرج عليه قد ايه عشان تيجي مكان؟ عمرو خالد كان بص يعني ايه، من تفاصيل الشخصيه عمرو خالد، الكلام ده انا قلته قبل كده، يعني من تفاصيل الشخصيه ان هو صوته فيه مسرسع. عارفه كلمه مسرسع؟ هو صوته مسرسع اصلا، وانا مش ما عنديش المنطقه دي في صوتي. ايوه. ما لقيتش ما عنديش المساحه دي. خدته من جانب تاني، اللي هو جانب روح الشخصيه وحركتها وتفاصيلها. يعني مثلا حاجات دي على بالك من هنا، ويا اخوانا يا اخوانا النهارده في نقطه يعني واللدغه. ايوه طبعا. كانت الشخصيه بالنسبه لي في برنامج كوميك شو هي اصعب شخصيه ممكن انا فعلا. بس الحمد لله نجحت نجاح كبير جدا. هو مفيش حاجه ما نجحتش الحمد لله. مفيش حاجه ما نجحتش الحمد لله. مين طيب ده جزء مهم ان احنا نتفرج له. مين اصعب شخصيه يعني وقفت قدامك؟ يعني قعدت كتير في كل المواسم، يعني مش بس في برامجك عامه، انت وقفت عندها بينك وحتى ما قدمتهاش، حتى بالمناسبه لو ما قدمتهاش، بس انت وقفت عندها كتير. لا هو ما فيش حاجه اسمها اصعب شخص، طالما قدرت او قررت ان اعملها فهي ليها تفاصيل. طبعا. بس والتفاصيل دي بعد ما بعملها اللي هيخرج منها انا كممثل. يعني ما فيش حاجه اسمها صعب. الصعب ان انا ممكن في وقت من الاوقات مثلا احط ماسك. ماسك كامل. والحكايه دي حصلت لي وانا بعمل شخصيه الدكتور فتحي سروري.
اللي هو انا لابس ماسك، كل وشي ملزوق عليه حاجه، وبعدين ما بشيلها بيبقى تقيل كمان وبصور سمكه على البشرة. جدا 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 يعني. فهو ده الصعوبه، بتبقى تحمل. في ممثلين المخرج يقول له انا عايزك تيجي بس هتركب شنب للشخصيه، يقول له لا والنبي بلاش شنب عشان الكل بتاع بتنزل. لا انا كنت بعمل، بصي انت بتطلب بالماكير يزود لك حاجات صعبه في راسك، وفي يعني انت لا لا بتصعب الموضوع على نفسك. لا مش خالص، لا مش كده، لا ده انا ده حب في الشغلانه لا يعني، جدا ده جدا حب مفرط وزياده في التركيز في التفاصيل. وانت كده في الاول انت مفرط في التركيز في طبعا. التفاصيل. لما اجي اصور برنامج مثلا اقعد 15 يوم اصور البرنامج، فلازم كل شخصيه من الشخصيات اللي بعملها ليها حاجه، يعني انا حجمي يبقى شبه فلان بس، لكن في ال 30 شخصيه اللي هعملهم ها مش شكل حجمي، فهركب حاجب فوق الحاجب، اقول الماكير اسمع حاجب فلان يعني، فاهم؟ في حاجات تفاصيل كده هي اللي بتقربني قوي ايه قد كده الحاجة بيفرق من يعني، الشخصيه انت كده مفاتيح اللي فلان. بتجيب الشخصية. الحاجب دي مهمه جدا على طول، الحاجب بيكون مودي العين لحقيقه الشخصيه، فخلاص بقت حكاية سهلة. مين نفسك، تعمل شخصيتك؟ لا أنا كان في شخصية كنت مضيف برنامج مسلسل اسمه الكونت دي روستي، عن شخصية الفنان ستيفان روستي، كنت مضيفها فعلا مع قطاع الإنتاج 2010 اللي هو قبل 25 يناير بكام يوم كده بس، وتوقف البرنامج والدنيا راحت حتة تانية، وتنازلت عن الشخصية وعملت ساعتها برنامج الوش التاني وقلة ملبسة، لأن كان احتياج الفترة الزمنية هو ده، هو اللي حاجها في مش المسألة ستيفان. ساعتها. فعملت ستيفان انا ونزله على حاجة كده وفتح محمود من بقى السوشيال ميديا مبدع، حاجة كده لطيفة كده على تيك توك، وان هو سلسلة برضه انت محب لسلسلات النجاحات يعني. لا ليه ستيفان روستي هايلة هايلة هايلة، وبرضه بتبتكر الموضوع يعني، في حدوتة بتحكيها طبعا للناس بشخصية ستيفان روستي. ما حكيت، لو ما فيش موضوع داخل الحكايه اللي بعملها او داخل الشخصيه اللي بعملها مش هخرج، لو ما فيش موضوع يعني. بشخصية ستيفاني روس القديمة في مواضيع الآن، لا هي دي طبعا اللطيفة. طبعا طبعا، هو طريقة حكي زمان، طريقة الهادية الرأس بتاعت طبعا ستيفاني روس دي، طبعا. وبتكلم مثلا عن محمد رمضان دلوقتي اللي هو تقعد تسمع انا استغليت فعلا شخصيه المفارقة دي ستيفان. مقصودة. لا بالعكس، انا لقيت الوقت المناسب اللي اقدر اقدم فيه شخصيه ستيفان روستي في ايه؟ في حاجات اللي بيعملها محمد رمضان احنا بنشوفها. اشمعنى محمد رمضان؟ لا ليه؟ لان هو محوري، يعني هو شخصيه محوريه ويميل الى السوشيال ميديا والترندات والكلام عن نفسه محوري في القصص دي. محوري، هو محوري، ما فيش شك محمد رمضان شخصيه محوريه جدا جدا، ومجتهد جدا وشاطر جدا، ولكن بتحصل منه مفارقات مش لطيفه، اردود مش لطيفه، وعايز اقول له من خلال برنامجنا يعني، ان الله لا يحب كل مختال فخور. قالت يعني انا عايز اقول كده، انك تتهم تتكلم كده عن نفسك بالعظمه دي، لا مش ده اللي احنا اتعلمناه، بالعكس احنا اعلى قوي قوي قوي، بتواضع قوي، هو عالي قوي وهو مش متواضع خالص يعني انت فكره ان انت بتخليه في محور مواضيعك مش من باب انك معه ولا ضد، ومن باب ان هو فرض نفسه على السوشيال طبعا. ميديا بس. هو موجود لا شك، وهو ممثل هايل وقصه كفاح كبيره جدا، يمكن اكبر قصه كفاح حصلت، ما فيش حد ما كافحش، كل اللي حققوا نجاحات في عالم الفن من يوم ما طلع الفن كلهم كفوا، مفيش حد اللي باع ارض واللي سافر بره، يعني ما تعرفي انور وجدي ازاي ويوسف وهبي ازاي وهو ستيفان دوستي مثلا ازاي، لا الناس اجتهدت جدا، كل واحد ليه حكايه. قصه كفاح، اكبر قصه كفاح واجتهاد هي محمد رمضان اللي هو ليه؟ طبعا هنا يعني بالنسبه لي انت عرفت كل تفاصيل الناس اللي هم اللي بتتكلم عليهم دول، وشايف محمد رمضان اقصاهم في طبعا قصص النجاح. طبعا قصه محمد رمضان كان بيستند
المنتج او المخرج او بتاع على الرصيف، بيقعد يستناه على الرصيف، وعنده الجراءه، وعنده الجراءه انه يدخل يقول له استاذ انا بمثل، انا بمثل دي بدايتها دي، اتفرج عليا، اتفرج عليا وانا بعمل ده. فيروح يقدم لاحمد زكي، والدور مش سنه يعني، شخصيه احمد زكي في السندريلا مع منى زكي، فيقوم المخرج يقول له مش انت السن المطلوب يا ابني، مهما كنت بتعرف تقلد احمد زكي مش هو ده السن. فيروح لمنى زكي ويعيط لها، يقصد واحد يا احمد زكي يا زكي، طب اعمل لي ده، اعمله لي كده، فتعمله، فتروح للمخرج تقول لا ده هو ممتاز. دي امانه بقى مين؟ فنانه زي منى زكي. يعني تخيلي منى زكي هي اللي قدمت محمد رمضان بشكل ماسف جدا جدا، ووقفت جنبه، ناس كتير وقفت جنبه. من نتكلم على البدايات، حضرتك عمرك ما طرأت موقف زي ده ان انت يعني لسه مش عارفك، ما انت بتعرفه بنفسك، انت بتكشفه عن مهربتك، هو ما يعرفكش، هو ما يعرفش محمود عزر. ايوه طبعا عملت كده. اه طبعا، ما فيش حد ما عملش كده، وما فيش حد ما قالش مونولوج. مع ان انا ضد المونولوج، يعني ضد ان انا اشتغل كده، بس ما فيش حد ما عملش مونولوج، يعني ما راحش قابل حد وقال له انا فنان، فقال له طب اعمل لنا حاجه، طب قول لنا حاجه، فبقى لوحده وبيقول حاجه، فبقى مونولوج. فبقى مونولوج. بس انت عارف عنك استاذ محمود ان انت وان مان شو. انت تاجر وترزق بالبلدي كده. مش كده ولا ايه؟ زي صايغي صايغ وجواهري. لا بس صايغ وجواهري دي مرتبطه ببعض. تاجر حاجه وترزق حاجه تانيه. لا تاجر وترز، وترزي اقوى. لا برضه لما اكون هو جايب القماش من عنده. اذا كان بتاع قماش بقى ممكن يبقى تاجر بيشتغل في تجاره ثانيه. وترزي برضه هو عارف مكان اللي بيتباع فيه القماش، فبيروح يجيب. وانت بقى كده انت عارف مكان القماش بيتباع فين، وعارف السعر الاحسن، وعارف تأيف الحاجه مظبوط. تعالي نرجع اقول لك ايه مثلا، اللي هو هل انت رحت الموقف زي كده اللي هو بتاع محمد رمضان وقدم؟ طبعا، يعني من زمن مثلا اوائل الثمانينات كده، رحت مكان ثقافه جماهيريه وكان بيتعمل سرادق في الحسين، حاجه جميله جدا، مسرح، حاجه محترمه جدا جدا جدا. رحت قلت له، قابلت حد، لقيت واحد قاعد على الباب، هو مؤلف كبير جدا اسمه عبد المجيد، فقلت له كان بيشتغل هو موظف في الثقافه الجماهيريه، فدخل قلت له انا بعمل كذا كذا وفنان وبقلد مش عارف ايه. فكان ساعتها العرض اتاخر، لان الناس اللي هم هيعرضوا على الصناديق ده ده الحظ، اللي هو انا دخلت قلت كده في وقت، فراح قايل لي طب اطلع، فطلعت، فقالوا لي تعالى بكره امضي عقد. الكلام ده كان عندي مثلا بدون مبالغه 17 سنه. 17 سنه دي بدايه حياتي الفنيه. يعني انت اول مره حد وقفك في الشارع وتعرف عليك قال لك انا بحبك وبتابعك؟ لا كنت لا اول مره زمان كتير. لا انا طلعت حفله مره لعيله التلفزيون اضواء المدينه، وتاني يوم نزلت فلقيت الناس كلها بتنده كوبيسات وكده. انا كان في ناس بتستناني الحمد لله رب العالمين، بتستنى ميعاد الحفله بتاعي بشكل كبير جدا، واللي هو ذاكر علشان تتفرج على الحفله دي، عشان تتفرج على عزب الدين. دي كلمه كانت كانت دايما، دي كانت المكافاه، كانت دايما. وبعدين برضو كان دايما الكوميديان اللي في حفله اضواء مدينه يطلعوه في الاول كده قبل النجم. لا انا في حفله من الحفلات طلعت بعد كل النجوم، الناس مستنيه، يعني الحمد لله رب العالمين. يعني اسماء كبيره جدا، اسماء لو قلت لك مش هقولها، اشتغلوا وانا والجمهور مستنيه. يعني مش انت فقره كده لغايه ما يجي النجم. ايوه عبد الحليم حافظ فيقوم مطلعين قبل، لا انا طلعت بعد عبد الحليم حافظ. يعني زي كده طبعا، مش عبد الحليم حافظ. ايوه فاهم. بس الحمد لله، يعني انا عارف مكانتي عند الناس الحمد لله رب العالمين، ولا طول عمر الناس بتحبني الحمد لله. متهيألي محدش جه في حتتك يا استاذ محمود، يعني في وقتك ولحد النهارده وانت قاعد قدامي. لا انا قلت لك محدش جه في حتتك. انا قلت لك سرك ايه؟ لا خالص، ده هي ده هم جم حتتي، ده مصر كلها راحت حتتي، ثابت اللي هم كانوا بيعملوه.
وبقيت المساله بالنسبه لهم انا بعمل هاتي من اولاد مسرح مصر، هتلاقيهم بيتكلموا عن كل المسلسلات والبرامج والاغاني والحاجات اللي انا بالطريقه اللي انا عملتها، يعني بالطريقه اللي انا قدمتها للناس. كنت عايز تقول ايه على خالد الغامدي؟ اشمعنى؟ ايه على شو خالد الشخصيه دي؟ ده مش شكل خالص، ولكن في اللي هو شعر، عنده شعر عامل ازاي، بس وشي هعمل فيه ايه عشان اوصل لخالد الغامدي؟ مفيش خد، مفيش ودن كبيره، مفيش مناخير عامله ازاي، مفيش حاجه خالص، خبيئة باروكه بس. لكن قعدت ادور على تفصيله ان هي هو قصير، فيا دوبك هو لغايه هنا يعني، ان هو مذيع وانا عامل كده تمام، فان هي التفصيله جابت الضحك وقضت. بتخافش وانت بتفكر في التفاصيل دي؟ زي مثلا استاذ مجدي الجلاد مثلا، فانا بس انت عملت كويس. مجدي الجلاد مش عارفه ليه. ده انا اخوه الصغير حبيبي، او اخوه الكبير طبعا، انا بحبه جدا استاذ مجدي حبيبي. فايه تفصيله بقى توصلني للناس؟ فانا قاعد مثلا قدامي مكتب زي كده، وهعمل فيديو كده الحاجات دي بقى بتيجي وانا اثناء التصوير يعني، فاهمه؟ فعلا يعني داخل مش بال. لا مش انا وصلت، انا شايف، ما انا بعد طول ما انا بعمل مكياج بتحمل الشخص، باصص على نفسي في المرايه كده وشايفه هو مش شايفني انا، فما ما بقعد على الكرسي بقى وخلاص هادي الشخصيه، تجيلي ايه، تجيلي خيالات كده، فتلاقيني قمت عامل جايب كوزين بويا وحاططهم كده وحاطين مسند عليك وطالع وهو بينطق السين شين وحاجات كده. ما بتزعل؟ ما بتخافش حد يزعل منك؟ التفاصيل دي بتخافش حد يزعل منك؟ لا قد ايه يعني؟ حد يقول لك في المكالمه ما كانش العشاء؟ اقسم بالله ابدا. ده ما حصل في تاريخك ده كله؟ في تاريخي ده كله حقيقي يعني، كان الدكتوره ملك ازرار هي الوحيد، بس علشان ما قلتش الدكتوره يعني، مش عشان كل اللي انت عملته ده خالص 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 يعني. انا ايه، مستضيفيني في برنامج حاجه في تلفزيون مصر، فهتعمل لنا ايه؟ فقلت لهم انا هعمل شخصيات جديده. يا جماعه استاذنكم، ده شخص بيرجع علينا، بيرجع تاني للفيديو بتاع ملك الزرار اللي الاستاذ محمود عزب عمله ده. طبعا خطير. طبعا خطير. المهم انا ايه، بيستضيفوني، فقلت لهم هعمل فلان وفلان وفلان وملكه زرار، ما قلتش الدكتوره ملكه زرار. لا ده راحت منزله بقى، انا هرفع عليه قضيه، وازاي ما اقولش عليها دكتوره وحاجات كده. على فكره احنا بقينا اصحاب بعدها جدا جدا جدا. هو بقى حضرتك برضه ده جزء من اللي حضرتك فتحته، وفكره بند بقى ملف الشخصيات النسائيه ده برضه يعني، لا انا يعني حضرتك مبدع برضه في، مش ملفته انا، مش هتأدي غرض قوي. وفكره سلسله عزب اللي قلتها دي، ده لازم يبقى فيه يعني اسم عزب في الموضوع. انت برضو لا، هي طبعا هي اتغيرت لعزب شو، في حاجات فيها شو بس وحكومه شو، بس في حاجات تانية نعرف، بس الاغلب يعني هي طبعا هنا كوميك شو، بدايه البرامج كوميك شو. بعد كوميك شو عملت برنامج استضفت فيه الناس اللي انا عملتهم في كوميك شو، وهو برنامج عزب شو. طب عليك
ومكافأة عملوا لي برنامج اسمه حكومة شو، ها هو كان حكوميك شو برضو، ده من خلال لقاء تلفزيوني. هتعمل لنا ايه بعد ما عملت كوميك شو؟ قلت له حكومة حكوميك شو، هنحط اه بس الكوميك تبقى حكوميك شو ها بس. فعملنا، قالوا لي ساعتها لا خليها مباشرة وسميها حكومة شو، وكانت بتتناول المواقف اللي حصلت للدكتور نظيف في أثناء وجوده رئيس عند الحكومة يعني. ف خطير برضو طبعا، التفاهم مهم كبير، بس خسر انك تقرا من الحته دي بالضحك يعني برضو. اه طبعا انا لازم، كنت داخله اقول نفره، لا كنت لا داخله اضحك الناس بالسياسه، الوعي فدي برضو استخدام الاشياء ولغه الضحك والتفاصيل والرياكشنات وتفاصيل الرساله ده. الوعي الوعي ايه اللي ينفع يتقال وايه اللي ما ينفعش دي حدوته كبيره. يعني. ما ينفعش مثلا يعني اخلي الشخصيه اللي انا بعملها يروح يرفع عليا قضيه، انت قلت عليا كذا، لا ما قلتش كذا يعني، فاهم قصدي؟ يعني بقول ايوه طبعا اه ايوه يعني طبعا مش المساله انا بقى بعمل شخصيه وخلاص، اعملها ازاي؟ هتقول ايه من خلال الشخصيه؟ عايز اسالك سؤال، اتفضل. حضرتك الكوميديان المهم قاعد قدامي دلوقتي واحنا بنتكلم مع بعض، فانت اكيد عندك يعني ايه درست فيها شويه ملامح شخصيه على قد الفتره اللي قعدناها. اه لو هتقلدني امزح عليك، عندي تفاصيل بيلفتك يعني لغة الكلام، بيلفتك الصوت، ملامح الوش، ايه اكتر حاجة؟ انا عارف الفن الضحك برضو او حاجة مشخصاتي، حاجة بتكبر اكتر بتتعظم يعني، وفي الملامح اه لو زي كده ملامحك اقدر اعملك اصلا، اصلا اقدر اه طبعا هجيب الشعر ده واجيب البتاع واحط ايه وبتاع. بس حضرتك قلت لي في الاول انك ما بتعملش، ما بتقربش من ذات الشخصيات النسائيه لما يكون حد مستفزك جدا. اه طبعا اه انا بس مش انا مهم، بكلمك على التفاصيل انا مش طب. لا مش ما لا لا استفزتك مش خالص، لا اه دي حاجه وحشه على اقول فكره. ايه، لا خالص. ما انا ما عملتش عادل امام، ما عملتش نور الشريف، وما عملتش، لا في، لا مين هقول عملت ايه فنجان؟ اصلا. خلاص دي بتاعت الولاد في المدرسه في ثالثه ابتدائي وثانيه ثانوي، زي كل الناس بتقلد الليمبي. انا بقالي سنين كتير ما عملتش حاجه، لغايه ما في يوم من الايام رحت مكان بالصدفه اسمه الاسمرات، حي الاسمرات، اللي فيه او عملت برنامج مين اللي فيه، اجتهدت جدا جدا، يمكن اكتر برنامج تعبت فيه وعملت عنه بحث كبير هو برنامج منين اللي فين، وملوش علاقه بالكوميديا. خالص كنت بلعب دور اب. رحت لقيت الناس اللي هم انتقلوا من اماكن عشوائيه الى مساكن بديله، مساكن الاستثمارات اللي هي بتوفر لهم عيشة مرتاحة، عيشة محترمة. فيقوم كل الناس بتتكلم وبتصور الحكايه دي عن ان المبنى اللي اتعمل العشر ادوار اللي عاملين فيه والاسانسير في كومباوند، اجمل كومباوند في الدنيا اللي هو حي الاسمر، حي الاسمرات، حاجه جميله جدا جدا. وبيصوروه من طياره من فوق وبيقولوا ان احنا عملنا مساكن للناس دي. المساله مش المساكن، انا ما قلتش كده. رحت لمنطقه تانيه، ايه المتغير؟ الناس بعد ما الناس دي راحت المساكن دي حصل لهم ايه؟ ايه التطور اللي حصل للولاد؟ معايشة، أنت عملت معايشة للحد، الناس اللي يعني مش مجرد بسرد اللي حصل، مش بقولها في نقط، أنا رحت شفت الناس دي التغيير اللي حصل لهم فعليا إيه، رحت يعني طبعا لمست والتغيير حقيقي حصل لهم. طبعا طبعا. وستارت بس في السن فيها ميزة، لأن حضرتك وشك مألوف قوي للناس، هو فعلا بعيد عن الكوميديا، بس أحب أشوف عذاب شو قريب من الناس وهو يعني الحمد لفتك لله، لغة زي دي. اتفضل. وانا ببقى مخلص جدا في ادائي للحكايه. سؤال اخير ليك، لو حد عنده بوادر كده كوميديه، حد عادي، الناس العاديه، حد من زمايلنا مثلا عنده مثلا حصه تنمر، تنمر كوميدي لذيذ، دي بجد زميله عندنا صراع عبد القادر، بنت هايله بتضحك بجد. جدا، وبعدين ترمي الافيه يعني انت لازم تضحك وبتجيبه بسرعه جدا، فين اسرائيل؟
إسراء للأسف مش قاعدة، يعني هقابلك بيها بعد ما أخلص الانترفيو. اه هتشوف يا ريت البنت عندها يا حس ريت اجتماعي. يا سلام لو كان دلوقتي وتكملي الحديث ونشوفها. يا جماعة لو إسراء عبد القادر موجودة نناديها، بس تنمي ده إزاي؟ يعني آه، تنمي ده ازاي؟ يعني ممكن تشتغل عليه إزاي؟ أنا بقولها مثلا إن هي تشتغل في البرامج مثلا، تبقى كتابة كوميدية، بس بنت هايلة اه يعني. لا لو بنت هايله وفي بتقولي في التنمر، بس نهائي في ايه؟ تنمر على الأشخاص تنمر؟ يعني، اه لا ما هو نيوز تنمرية خفيفة كده. ما انا في بعض الاحيان الناس بتعتقد ان انا بتنمر على الشخصيات. أيوة هي تم أيوة، التنمر ده عشان كده سألت حضرتك. ساعات بيبقى حلو، مش التنمر بقى اللي هو ايه اللي هو فيه اهانه يعني. لا لا خالص خالص. التنمر على، ما انا متنمر على فلان وعندنا اسماء كتير جدا يعني، يا ما تنمرت. يعني نقول لهم ايه بقى؟ الناس اللي عندهم، المصريين اغلبهم عندهم حس فكاهي كده، يلقطوا فيه ويقولوه يعني يصيب على طول. في ناس تبقى طبيعتها اصلا دمها خفيف ايوه جدا، فيقوم قايل لي كان ده مماس، ما تفهمش مماس، ما تفهمش ازاي هو عنده الاستعداد. ممكن واحد يبقى في الحياه كده دمه خفيف، يجي قصاد الكاميرا او قول حاجه او قول الافيه اللي انت قلته لي، فاقوم قايله بطريقه يتلجلج يطول فيه. لكن يبقى عندي درايه بالحكايه. في ناس تتكلم دمها خفيف جدا جدا، ولكن لو هيمثل دمه، ها في ناس كده. طبعا مش بتكلم على اسراء طبعا يعني. لكن بكلمك ده طبيعي. يا إسراء يا عبد القادر، ما هي موجودة، هي هي دي اللي هي الأمر بتتكلم في الموبايل دي. اه أنا سألت عليكي، ممكن تعاليلي هنا، تعاليلي هنا، فاحنا بنسجل عسل وتباني عسل تبان. الكاتب. اه طبعا يا رب صوتي بس بالذات لاسراء. السيجل مسجل دلوقتي بتهزري؟ خليكي خليكي، لا طبعا هتبقى من الكاميرا بس بتصوري من المايك. شغالين فعلا. أنا قلت لهم إن أنتِ بتهزري على المايك؟ بص يا ستي، بص يا ستي، أنتِ بتنامي هي معتبره، معتبراكي فنانه، جدا معتبراكي فنانة فنانه. بجد. تقول يعني ايه الطريق وايه الاسلوب اللي ممكن هي تمشي بيه يعني، وهي بتتنمر على الناس لا وحاجات والله كده. خفت ده لا انا الموضوع كده. بتنمر، انا مش بتنمر، انا عايزه افتح محتوى تاني. ما هي بالظبط كده، بالظبط ايوه كده. فبتقول لي، بتقول لي لا لازم تتشاف، لازم تتشاف، نعملها شوف بجد. انا في زي ما انا قلت لك، ممكن تبقى في الحياه كده دمها خفيف، وبتيجي قصاد الكاميرا ما تبقاش ليه كلمه سايلنت دي؟ على فكره دي مجرمه يا جماعه، دي مجرمه كبيره. لا لا دي كوميديا مهمه. ابدا والله بجد. بس بتعمل لي كده؟ لا والله لا، بتكلم بتريق عليهم. طب انت بتتريق ازاي؟ ايه؟ يعني مثلا تقولوا لنا حاجه عليك. لا والله عندنا اجتماع. عندكم اجتماع؟ انا على فكره مسجل. احنا مجتمعين. يعني فرصة سعيدة من إسراء جت معانا في البيت. اكتبي واقري وعادي جدا، ويمكن أنا بشجعها جدا، أنا بجد بشجعها ده أكبر دليل على إنك حاجة كويسة، إنها افتكرتك أثناء الحوار كده وقالت لي إحنا عندنا أسرار. أيوه شجعني بصراحة. أي تمام. مثلتي قبل كده؟ عايز أنظر في معونتي طالما يمشي. مثلتي قبل كده؟ أكيد مش عايز أمثل يعني. لا لا أنا بسألك سؤال بس. لا لا أكيد لا. انا يعني حطيت الموضوع لاني عارفه دماغها في الكتابه، يعني الكتابه الكوميدي او برامج كده. كوميديه او كده. ف طيب جميل. على فكره مفتقدين الكتابه جدا جدا يعني، يا ريت بس نروح لمنطقه جديده بقى. وهي لسه صغيره وقدامها العمر، ف ممكن ان شاء الله. ربنا يوفقك يا اسراء. اتفضلي يا استاذه اسراء، ميرسي جدا على الفاصل القصير ده. استاذ محمود، اخيرا انا يعني اولا انا سعدت جدا باللقاء ده. ربنا يخليك. شخصيه مثقفه وشخصيه مهمه وشخصيه كوميديه وقعدتك حلوه ولطيفه. ربنا يخليك. وانا من اشد المتابعين حقيقي والله، تصدق فعلا عندي اللازمه دي. لا ودي دي ودي برتقال مذيعه بقى. برتقال وموز مذيعه لازم مهمين. بس حضرتك انا مبسوط. انا سعيده اكتر. ولا انا عايزه وعد، وعد الحر دينا عليه انك ما تتاخرش في اللي انت عامله. تاني حاجه، هل بتتابع الديجيتال بتاعنا؟ هل بتتابع تلفزيون المساواه؟ مش عامله، مش قوي متابع عشان متابع لكل حاجه بصراحه. هتتابع الفتره الجايه ان شاء الله. خلاص انت جيت عملت لنا زياره في سلطه التحرير، ان شاء الله. فارجوك ان شاء الله.
بص سعيد قوي، ميرسي جدا جدا، شكرا لوجودك معانا استاذ محمد، شكرا، شكرا لمتابعة حضراتكم، وانتظرنا في المزيد، الى اللقاء.